بلدي تشاع التاني ما تشيلهم مثل مدريد تحكي تتكلم الشعب الجاري أصله ما تشيلهم مثل مدريد تحكي تتكلم عشرين سنة ديمقراطية 50 سنة بلدنا حرية 20 سنة ديمقراطية الشعب عارف الوطنية بلدي تشاهد تاني ما تشيل هم مثل مدريد تحكي تتكلم الشعب الجاني أصله ما تشيل هم مثل مدريد تحكي تتكلم. أول حاجة أوكي إن أنا سعيد جداً ان اقدم اوكي برنامج واتاحت لنا الفرصه ان احنا نقدم اوكي للوطن ونقدم اوكي للشباب اوكي بالخبرات اوكي اللي عندنا وبالطبع اوكي بدعمكم. فالبرنامج اوكي اللي او الاوبجكتيفز اللي حطرق عليه هي خمسه اوبجكتيفز. الاوبجكتيفز الاول اللي هو البروجرام البرنامج التعليمي. البرنامج التعليمي بحيث خبرتنا من انشطتنا في مدارس كثيره فنرى اوكي انه في فقر شديد جدا في ايه في تطبيق اوكي البرامج اوكي التعليميه بحيث اوكي انه يعني متشبثين في برنامج القديم. فالان اوكي نحن في عام 2017 تم تحديث كثير من برنامج التعليمي وسبل التعليم في المدارس والمناهج. النقطه الثانيه اللي هو الادكيشن باكس الحقيبه التعليميه. الحقيبه التعليميه تختلف، في حقائب تعليمية لغوية، في حقائب تعليمية علمية، في حقائب تعليمية أوكي تاريخية. فكل حقيبة لها إيه؟ لها نظام معين ولها أساليب أوكي تدريبية. النقطة الثالثة اللي هو السكولرشيب. والسكولرشيب طبعا أوكي يعني نرى أوكي فقر شديد جدا يعني لإتاحة الفرصة وإعطاء أوكي البعثات لطلاب اوكي تشاهدين خاصه اللي في المملكه العربيه السعوديه. شاركنا اوكي في برنامج كنا مع برنامج بن ثغر وسوينا اوكي شراكات مع جامعات وسوينا شراكات مع جامعات في امريكا في المملكه العربيه السعوديه، ولكن اوكي لم نجد يعني فرصه لابنائنا اوكي وشبابنا انهم يشاركون في البرنامج هذا يعني بسبب الاوضاع الراهنه كانت، وان شاء الله باذن الله تحل والفرص اوكي لسه موجوده. وبرنامج اوكي اول نقطه الرابعه اللي هو الكوليجز اند ميجرز تخصصات والكليات. طبعا اوكي سوينا شراكه مع كليه كامبريدج واعطونا فرصه انه ندرب اوكي لتخصصات عديده، ونتمنى اوكي انه يكون مثلا زي صرح تعليمي او تدريبي في مدرسه التشاديه ندرب ابنائنا ونعطيهم اوكي الفرصه انهم ينطلقون ويكملون اوكي التخصصات اللي يريدونها. والنقطه الثالثه اللي هو تريننج بروجرامز برامج اوكي التدريبي. شاركنا اوكي في تدريب عده اوكي جهات، منها شركه الكهرباء للمملكه العربيه السعوديه، ومنها اوكي في بعض من القنصليات، وبعض اوكي من المعاهد. ويعني لم نجد اوكي انه يعني درست اوكي انا في مدرسه التشاديه قبل كم سنه، المشكله اوكي اللي واجهناها انه عدم تقبل الافكار الجديده، بحيث اوكي تمت يعني ابعاد عديد من المدرسين او رواد كانوا يعني مثل انا كنت متخرج من المدرسه التجاريه واتمنى انه يعني نخدم فيها ونطور اوكي من ابنائنا. فشاركنا اوكي في الجهات هذه وما كانوا اوكي يصدقون انه الشخص هذا ينتمي اوكي او درس اوكي في المدرسه هذه. يعني حصلت اوكي حادث، كنا انا والاخ محمد وادريس سليمان كنا في مؤتمر وزاري، فكان المؤتمر يعني مضمونها انه يعني بيتخذ قرار ضد المدرسه التشاديه. فمدارس الاجنبيه عام ملاك مدارس الاجنبيه. فكنت انا ومحمد مترجم اللقاء.
فبعد الترجمه جاء سالوني من اي من اي جهه فين من شغال؟ قلت لهم مدرسه استشهاديه. كلهم مسكوا مدرسه استشهاديه. قلت لهم نعم. فيعني كان يعني بالفعل يعني ضيق صدرنا لما نجد اوكي انه عدم اوكي عدم يعني يعطوك اوكي مكانتك ان كونك من المدرسه هذه، بس لكنه في امكانيات كبيره جدا وفي الجعب كثير. عندي مشروع طبعا لمنظمه اوكي اللي هو الام اي جي اوكي ميديست اوكي اديوكيشن جروب، تميت اوكي العقد اوكي معهم قريبا، وهذا هو العقد والبرنامج التعليمي لتدريب اوكي المعلمين وتدريب اوكي البرنامج. ف فدربنا اوكي معلمين في مدارس اوكي عالميه اخرى مثل اوكي مدرسه اوكي الفلبينيه ومدارس اوكي اللي هو مدرسه الاكاديميه، وبرضه اوكي لنا اوكي برامج تدريبيه اخرى اوكي ان شاء الله باذن الله قادمه اوكي في الطريق ان شاء الله باذن الله، ونتمنى اوكي يكون صرحها المدرسه التشاديه وان شاء الله باذن الله ان شاء الله نفيد اوكي الجميع باذن الله تعالى. في نقطة أنا نسيت أوكي أذكرها وجزاه الله خير أستاذ أحمد وأستاذ محمد ذكروها، اللي هي نقطة أوكي نقطة الدعم ونقطة أوكي المدارس. عملت أوكي في سنة قبل سنتين في كمستشار أوكي أكاديمي، فسوينا علاقات أوكي مع جامعات كثيرة إلا ما عدا جامعات أوكي في تشاد أو في السودان. في السودان عندنا جامعتين اللي هو جامعة أم درمان وبرضه نرسله وجامعة أفريقيا العالمية نرسل طلاب لها. أما جامعات أوكي تشاد ما في أي خبر عنها. حاولنا أوكي نتواصل برضه ما في أي طريقة. يعني الظريف أوكي في الأمر طلابنا أوكي مثلا أوكي التشادين أو الفرق نرسلهم في جامعات ثانية. فيعني كنت اوكي اتساءل يعني سؤال مع نفسي، يعني هل اوكي جامعاتنا هناك ما عندها الكفاءه او ما عندها اوكي مساحه انها تستقبل طلاب، او ايش المشكله اوكي بالضبط؟ يعني كنا ما نجد اوكي حل، وما نجد اوكي مثلا في الويب سايت او في تواصل اوكي ما في اي كوردينيشن، ما في اي تواصل يعني تماما، حتى ترسل ما في اي رد. فنتمنى يعني يكون اوكي يكون في ترابط بين اوكي بين جامعتنا هناك، وبحيث اوكي ان احنا نقدر اوكي نرسل برضه طلاب ونقدر اوكي يعني نسوق لها. لو ما نقدر اوكي نسوي شيء نقدر نسوقها، نقول لا في جامعات في تخصصات تقدر اوكي تتعلم هنا. يعني في الكلاس عندنا في النزله كلاس صغير، وبدا اوكي الطالب هذا يتعلم من الزيرو. الان اوكي تخرج، الان اوكي هو يعني قدمنا له اوكي في روسيا، والان اوكي اجراءاته ماشيه. فلو نعلم اوكي الجامعات هناك وتخصصاتها بالعكس اوكي برضه يكون عمل جبار يعني. وجزاكم الله خير.